تفقد محافظ المنيا أسامة القاضي مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يجرى تنفيذها في قرى مركز أبو قرقاس لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات. وقال المحافظ إنه يجري تطوير 192 قرية بإجمالي 757 تابعا في 32 وحدة محلية بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة في المرحلة الأولى. وخلال الجولة شهد محافظ المنيا زراعة عدد من الأشجار وضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة.